بالعودة إلى متابعة أربعة دوليب وبس. كنت حكيت قبل الإعلان عن برنامج عم يتحضر خصو بالجيران وقلت رقم تليفون، قلته غلط، هو رقم التليفون لكل اللي حابين يشتركوا. إذا أنتوا جيران وبتحبوا بعضكم وأصحاب كتير وبتعرفوا عن بعضكم، رقم التليفون هو 7070 يعني 667714، بتتصلوا لتشاركوا معنا بالبرنامج اللي عم يتحضر عبر شاشة التلفزيون مستقبل قريبا. قالين حكينا عن مسرحية بنت الجبل، بس بالعادة مسرحيات طبعا الأستاذ روميو بيعملوا جولات خارج مشهور. لبنان كمان من بعد عرضها بلبنان، في مشروع كمان انه تسافروا فيها للمسرحية. هلا هو استاذ روميو اصلا مسرحيته طريق الشمس ممكن كتير يسافر فيها. أوكي. قبل ممكن هالشي يفتح باب لانه بنت الجبل من بعد لبنان تعمل جولة، يعني في اتصال هلا بعدة بلدان هممهم الموضوع. بس دائما بيحب هو ينطلق من هون وبعدين ما حدا بيعرف ان شاء الله. هلا اهم شيء نحن بانتظار تقلعتها بلبنان. ايه اكيد. 22 جانفييه 2015 22 كانون الثاني. الله يرحمه. خلينا ناخذ كمان اتصال لانه بلش الوقت يدهمنا وبعدين نسمع مني كمان اغاني. قبل ما ناخذ الاتصال شي سبانيش حكينا، فرنسي انجلي عربي وسبانيش. يلا ما غنغني كمان الناس بتعرفها. يلا شو هي؟ Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Pero bésame mucho, que tengo miedo tenerte, perderte después. ¡Bravo! ¡Te extraño mucho! ¡Gracias! كتير حلو علينا. هنكمل انا وياكي مع مزيد من الاتصالات. معنا ماري. مرحبا ماري. بونسوار. بونسوارين ماري، بونسوارين، وثلاث بنصير كمان. شو اخبارك؟ ماشي الحال. ما بدك تسلمي عقلين؟ بشو بيك سلمي؟ بونسوار الين. بونسوار ماري. بس ماري حسك كثير جديه. ايه يا ماري. ايه عن جد. ايه انه بونسوار اهلا. انه ماشي الحال. ماري؟ لا ماري؟ مش جديه. من وين عم تحكيني يا ماري؟ من جولي. من جول؟ جارتي؟ كلهم جيران. لا هاي جارتي مضبوط، هذيك من الجيزه. من جولي؟ جارتي؟ خلص ربحت السياره، مبروك. ما جيراني بيقولوا؟ خلص ما فهمت الوصايه، ما فهمت. هيك وسط على الهواء. اوكي ماري، سهراني لوحدك ولا حسك لوحدك ولا معك حدا؟ لا معي بنتي وصهري. مرحبا بنتا. مرحبا سهره. مرحبا بنتا. مرحبا سهره. يعني جوز بنتك صح؟ جوز بنتك؟ جوز بنتي. جوز بنتك. هلا اذا ربحت السياره مين بده يخبطها؟ سهري. هلا عم تلعب بجن سهري؟ ايه ما بيقولوا الصهر سندة الظهر، لازم هو يجيب لك سيارة. لا هلا هو صار بده ياخذها. والله؟ ايه ما في. إيه؟ ما في سيارة. هلا إذا ربحتي السفرة مين بده يسافر؟ سهر. كمان؟ شو؟ لا بسفر سهر ثاني. عندك سهر ثاني. الله يخلي لك اياه هون لبناتك ولأسرتك ولعائلتك الكريمة. وماري يلا يا ماري، بشو شو حابة تسمع؟ بأي لغة؟ مع سفيد ولي بالليلة بالسنسكريتي. في غنية يا ماري يا ماري مش هيك؟ يلا ماري. نعم. عد ولي. يلا يلا يلا. مين بدك يبلش؟ من عند أليم؟ حي الله، اثنيناتكم منيح. اثنيناتنا منيح، اوكي ميرسي، كلك ذوق يا ماري. رح بلش من عندي. يلا. اوكي ماري الدولاب الأول. ثلاثة. أهم شيء يطلع بدنا. إيه يلا قالي عدي لي. ثلاثة. إيه. اثنين. يس. واحد. يس. جو. هذا الأول. يلا يا قليل. ماري عدونا بالأول. على فكرة قليل بتغني وبتمثل وبتمثل مسرح وتلفزيون وبتكتب مسلسلات وبركي بدها تقدم كمان. على كل هلا بنحكي. بتبرم دوليب. وبتبرم دوليب. وهذا الدولاب اللي ضربت لك إياه أنا أول دولاب. لا ما تقولي لي عدي. على. لازم يتحول. بالدار. اكس واحمر كمان.
جدا وأيا جدا وجارتي وجارتك شو يا مالي لايك بلشي معقولة هلا صارك ما يقوم يعملنا شيء بالمنطقة ايه صار شيء تاع المنطقة صارك كمان ساكن بجوني ايه جاري خلص بدنا نسرب غير محل الليلة اه كمان جارك؟ ايه طب ليش شو عملت؟ تعي انت وياه على البرنامج الثاني تبع الجيران عن جد؟ ايه اوكي والله اتصلي بالبرنامج وشاركي فيه هلا لنشوف هلا طلع لك اكس وددا هلا من عند الي ثلاثة اثنين واحد بنضرب يلا رح تكسروا اول ما وصلنا ضربتها كانت هيك طرنا هلا صارت ربع ساعة ناطرين خبيرة هلا صارت خبيرة بالضربات هلا اذا حدا بيعمل معها مشكلة قليل بتدعوا بتكسر اختصاص برد هيك برافو حلو دين ماري ماري عوضت لك اياها قليل عوضت لك اياها قليل خلينا نشوف شو ربحتي معنا تربحي جايزة تربحي بوشي رائي مقدم من عند عبد طحان حلو. اوكي بتروح بتنقي شو بدك من عنده ادوات كهربائيه وقصص وكذا ولمين بتعطيهم لصهري اوكي لصهري لصهري وهو عم يقول لصهري لا صهرك اكل البيضه والتقشير بعد لا عندك بعد لا مش لاله كله طب عندك بعد شي بنت عزابه لا اوكي ما عم صهرك يلا ماري منروح على الدنيا بالتلت من عند بتكملي ولا خلاص؟ إذا بدك بجيب لك وحدة بس تعتبريني صهرك الهدية ماري بتكملي أو خلاص؟ بتكملي أو خلاص؟ بلا مكمل بنكمل قالين يلا أهم شيء ما تجيب إكس ماري ثلاثة ماري اثنين ماري واحد قالين نضرب ياه عيونه باروسون يا كمان هدية تانية يا ماري يس ليك شو بيعمل صهرك صهرك بيطلع له صهرك صهرك جديد لا ما في شيء بدنا نربحه شيء من عند تذكار بيطلع لك بوش رائي كمان من عند تذكار تروح تنقي شو بدك من عنده اوكي هيدا تذكار لصهرك اوكي ميرسي بنكمل ولا خلاص شو رايكم سألي صهرك ما تسألي على بس صهرك لا خلاص بوقف قرر صهرك خلاص لا لا بوقف من وقف اوكي فاز الف مبروك لك يا ماري وتحياتنا لبنتك وتحيه خاصه وكبيره ومش مفهومه لا صهرك اوكي ماري مبروك لك الوقت عم بدهمنا قليل رح نتوقف مع اخر بريك بعد البريك بنتابع اذا بنقدر ناخذ اتصال ونسمع منك كمان اغنيه يعني حلقه كثير حلوه وسريعه مع قليل لحود خليكم معنا بعد البريك نرجع لكم وعمي بو